السلام عليكم. أول وأبرز الأعمال التي يتم بدء فيها عند تنفيذ المشاريع هي الحفريات. مهما اختلفت المشاريع يظل في عامل مشترك واحد بينهم، إن لابد من تنفيذ أعمال حفر في مرحلة معينة. إذا كنتوا تعتقدون أن عمليات الحفر شيء سهل، تعالوا معاي نشوف إيش التحديات المرتبطة بالحفريات وكيف تتم. يلا نشوف كيف تصير. نشوف مرات حفريات عميقة قد يصل عمقها إلى 44 متر أحيانا. هذه عادة تكون مداخل آلات الحفر الأفقي العميقة. يتم إنزال هذه الحفارات العملاقة من هذه المداخل، بعدها تكمل الآلات أعمال الحفر العميق بشكل أفقي لعشرات الكيلومترات وإحنا فوق ما ندري بشيء. هذا النوع من الحفريات يساعد في تقليل الإزعاج للسكان لأنه لا يتطلب إغلاقات. تدرون أنه يتم تصميم آلات الحفر الأفقي لكل مشروع على حدة وتكلفتها تصل إلى عشرات الملايين. مهندس حمد، شنو هالحديد الأحمر اللي يفصل ما بين التربة؟ إيه طبعاً، هاي الحديد نسميه إحنا في المشاريع بالترنش بوكس ونستخدمه في المناطق اللي عندنا معرضة حق تربتها معرضة للانهيار، نحطه كداعمية للحوائط على أساس أنه يتم عملية الحفر كل سلاسة بدون أي انهيار من كل أي من الحائطين. حاليا احنا موجودين في الباسكت داخل الترنش بوكس. مهندس حمد، هل انهيار رمل هو التحدي الوحيد اللي تواجهونه؟ أكيد لا، احنا عندنا تحديات كثيرة نواجهها في مشاريع الطرق والبنية التحتية. أبرزها عندنا تحدي ارتفاع منسوب المياه الجوفية، بحيث ان احنا إذا نمد شبكاتنا وخطوطنا كخطوط صرف صحي أو خطوط صرف مياه الأمطار لازم تكون هذه التربة ناشفة من الماء، فنضطر أن نضخ هذه المياه خارج الأرض عشان يتم الأعمال كأعمال البنية التحتية. هذا تحدي من أبرز التحديات اللي نشوفها في هذه المنطقة. وسؤالنا لليوم، تقنية الترنش بوكس تستخدم في حالة